لا 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 تقلدني، انا ابغى تقديمك وابغاك تناظر الشاشه، ترى مسموح لك تناظر الكاميرا. ناظر الكاميرا شباب، اعطوني اعطوني علي لو سمحتوا بعد اذنكم، اعطوني علي ناظر الكاميرا واشرح للمتسابقين، عفوا المشاهدين، لاين كاب. ايوه حلو، اشرح لهم طريقه السؤال وكيف طريقه الاجابه، وابغاك تقنعهم كلهم يشاركون. يلا السلام عليكم اعزائي المشاهدين في فقره مقادير، وهي افضل فقره في برنامج البزنس. مقدمها ومقدمها مفلح. مفلح في البيت. مفلح في البيت. الجميل الجميل الجميل. مفلح في البيت. ركز. يلا مرة ثانية. 3-2-1 أكشن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين خلف الشاشات في فقرتكم المفضلة ومقدمها عبد الله الجميري في برنامج البزنس، وهو فقرة مقادير. عندنا سؤال اليوم. سؤال سهل جدا جدا جدا. واللي يطيح اسمه في الهاشتاج بتويتر راح ياخذ معنا المتسابق اللي راح يرشحه هو 50 نقطة. طبعا انا المخرج، حلو؟ ايه؟ خليك انت لازم تواكب مع الاربيز ومع ذا. ايه؟ كمل, كمل كمل كمل. السؤال هو كالتالي: ما هو اسم الوقف الذي في برنامج البزنس اللي ما هو ابطال املج؟ ما هو ابطال املج، وشو؟ شو اسم الوقف؟ تكتب اسم الوقف وتكتب اسم المتسابق اللي تبي تهدي له هذه النقاط اعزائي المشاهدين. احبكم. احبكم. ادعوا علي. ادعوا علي. يا رب ما نفوز. يا رب ما ها؟ يا رب نفوز. يا رب نفوز. وكل الشكر لكم. كل الشكر لكم ولعبد الله الجميري مخرجنا الفاضل الخفيف على التبد اللي يقلب التبد الجميل. خليك هنا. ركز طبخك. ركز طبخك. سامي. على فكره سويت تيست، ممكن تجيني ظرف بكره خليك تقدم، بس كنسلت صراحه. ممكن انا صراحه كنسلت بس